أهلا بكم مشاهدي قناة الجزائر الدولية إلى عدد جديد من برنامج أسبوع الدولية. في عدد اليوم سنناقش الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الجزائري إلى تونس والوقوف على أبرز القرارات التي خلص إليها الطرفان. في الموضوع الثاني الذي سنناقشه الليلة في أسبوع الدولية حول الشأن الليبي والمخاوف التي ترافق إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة، كما سنفتح ملف كورونا والمتحور الجديد أوميكرون والذي يدفع دول قارة أوروبا في التوجه نحو الغلق من جديد مخافة الانتشار السريع والخطير للفيروس. ولمناقشة الموضوع الأول أرحب بضيفي في الاستوديو الزميل الصحفي عادل ضيف الله الذي رافق وفد الرئيس الجزائري في زيارته إلى تونس. أهلا وسهلا بك عادل. أهلا وسهلا بك رمزي وبكل مشاهدينا الكرام وبضيفك الكريم أيضا. وقبل أن نبدأ في النقاش نتابع هذا التقرير ولنا عودة. العلاقات بين الجزائر وتونس يجب أن ترقى إلى مستويات تعكس التقارب بين البلدين، لذلك جاءت زيارة الدولة التي أدها الرئيس الجزائري إلى تونس على رأس وفد وزاري هام. 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة يؤمل منها أن تكون دفعة قوية على مسار التكامل بين البلدين. تأكيد حرصنا على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، آملين إن شاء الله أن نصل إلى اندماج اقتصادي وإلى أفاق وحدوية موحدة مشتركة إن شاء الله. تقريبا لم يبقى مجال إلا وتم فيه الاتفاق، وسنعمل بنفس العزيمة على تحقيق وتكريس هذه الاتفاقيات في الواقع. ولئن كان الاقتصاد وترقية التبادلات التجارية في لب هذه الزيارة، تأتي القضايا الإقليمية والدولية أيضا لتعزز تطابق وجهات النظر بين قائدي البلدين، لا سيما في الملف الليبي ولم الشمل العربي. متفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، كذلك حول المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لا سيما وأن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة. الرئيس الجزائري وفي اليوم الثاني من الزيارة ترحم على أرواح شهداء تونس، كما استقبل في مقر إقامته الرئاسية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التي ثمنت زيارة الدولة. وكانت هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس، من حيث التوقيت، حيث تأتي في فترة علينا جميعا أن نواصل التنسيق والتشاور حتى حول مجمل القضايا المطروحة. الجالية الجزائرية المقيمة في تونس بممثليها حظيت بلقاء مع الرئيس الجزائري للوقوف على قضاياها والمسائل التي تهمها. اتفاقية في شتى المجالات بين البلدين على أمل أن تكون لبنة في بناء علاقات أكثر تجذرا، تفاهمات سياسية أيضا على الصعيد الإقليمي في أبرز القضايا. عادل ضيف الله، موفد قناة الجزائر الدولية إلى تونس. ومعنا من العاصمة التونسية وزير التجارة السابق محسن حسن. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة، وتحية إلى كل أشقائنا في الجزائر الحبيبة. شكرا جزيلا لك سيد محسن. إذن أبدأ معك على ضوء إعلان قرطاج بين الرئيس التونسي والجزائري، كيف رأت الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة وكيف تم تقييمها؟ أولا أعتقد أن هذه الزيارة زيارة ناجحة جدا بشهادة الجميع، سواء كانوا يعني من مختلف التوجهات السياسية يعترفون بنجاح هذه الزيارة وبالاتفاقيات التي وقع إبرامها وعددها 27. نعم. يعني أعتقد أن زيارة الدولة ناجحة جدا وتؤكد على عراقة العلاقات التونسية الجزائرية والعلاقة المتميزة بين الشعبين والتاريخ المشترك، إضافة إلى المسارح المشتركة
وأعتقد أن الاتفاقيات التي وقع إمضاؤها تدعم المصالح المشتركة بين البلدين وتؤكد أهمية الجزائر كشريك استراتيجي من الطراز الأول لتونس، ونفس الشيء أعتقد أيضا بالنسبة للجزائر الشقيقة. نعم، إذن سيد عادل، أنت كنت مبعوث قناة الجزائر الدولية إلى مع الوفد المرافق رئيس الجمهورية الجزائري إلى تونس، وهي التي كانت في طابع زيارة الدولة في إلى تونس. ما الذي لاحظتموه في هذه الزيارة؟ أولا بداية رمزي، بطبيعة الحال زيارة الدولة تشكل أعلى صور الاتصال الدبلوماسي بين الدول. بروتوكوليا لها تقاليد خاصة من الناحية الأمنية والتنظيمية أيضا، بالإضافة إلى نوعية المسائل والمواضيع المطروحة خلال زيارة الدولة، وكذلك النتائج المنتظرة والمرجوة منها أيضا. نعم. بروتوكوليا ما لاحظته أن الرئيس الجزائري حظي باستقبال خاص، شهد خروجا عن عادة استقبال الرؤساء في تقاليد الرئاسة التونسية، وهذا يدل على مدى الترابط الوثيق وبين البلدين ونوعية العلاقات التي تجمعهما أيضا. الرئاسة التونسية التي لطالما ثمنت مواقف الجزائر بوقوفها إلى جانبها تريد أن تقول بأن هذا ضيف خاص، هذا ضيف خاص له وزن وله مكانة خاصة، نريد أن نخصه باستقبال خاص أيضا. نعم. هذا الموقف جعل الرئيس الجزائري أيضا يبدي امتنانه لهذه الحفاوة في الاستقبال، ونوه بذلك في الندوة الصحفية التي جمعت رئيسي البلدين مع الطاقم الإعلامي الذي يغطي هذه الزيارة. الملاحظ أيضا بين مزدوجين الإنزال الوزاري الهام الذي شمل وزراء عن عدة قطاعات من الجزائر وكذلك مع نظرائهم التونسيين، هذا يدل على رغبة حقيقية مشتركة للدفع بالعلاقة الثنائية نحو أفاق أرحب وأوسع. نعم. وأكبر، حتى تترجم ميدانيا ذلك الترابط الوثيق بين البلدين. طيب عادل، إذن أعود إليك سيد محسن، الملفات التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة التي جمعت الوفدين الجزائري والتونسي، أخذت الصبغة الاقتصادية بامتياز، هل اليوم أصبحت الدولتين ملزمتين بتطوير الشق الاقتصادي في العلاقات الثنائية أكثر من السابق لمواجهة تحديات معينة، أم أن هناك معطيات أخرى سيد محسن؟ هو بالفعل أعتقد أنه اليوم ما ينقص العلاقة بين البلدين هو دعم المجال الاقتصادي ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأعتقد أنه هذا الهدف الأساسي من هذه الزيارة. الجوانب السياسية والشعبية هذه أمور مفروغ منها، وعلاقة الشعبين والعلاقة السياسية بين البلدين خاصة في هذا الظرف متطورة جدا، ولكن الهدف الأساسي لهذه الزيارة في اعتقادي هو اقتصادي بالأساس. أولا على مستوى المبادلات التجارية، هناك اتفاقات سابقة وهناك اتفاق تجاري تفاضلي مبرم بين الحكومتين التونسية والجزائرية، ولكن في اعتقادي لم نحسن تطبيق هذا الاتفاق، واليوم أعتقد أنه بالاتفاقات الجديدة لابد أن العلاقات التجارية بين البلدين بين تونس والجزائر تصل إلى إحداث منطقة للتبادل الحر، وهو ما يعني أن البضائع والسلع الجزائرية سواء كانت صناعية أو فلاحية أو غيرها لابد أن تدخل السوق التونسية بدون أي حواجز وبدون أي رسوم وبدون أي معاليم جمركية. نفس الشيء بالنسبة لتونس، البضائع التونسية والسلع التونسية لابد أن تدخل إلى السوق الجزائرية بدون أي عوائق وبدون أي حواجز وبدون أي رسوم جمركية. إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين في اعتقادي هي هدف لابد من العمل على تحقيقه. إقامة منطقة تبادل حر أم تفعيلها سيد محسن؟ نعم، تفعيلها بالأساس، وأعتقد أن الاتفاقيات الجديدة تدعم هذه الاتفاقيات الموجودة. هناك اتفاقية للتبادل الحر موجودة بين البلدين بالإضافة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدان العربية، ولكن بصفة خاصة بين تونس والجزائر أعتقد أنه اليوم لابد من تفعيل اتفاقية للتبادل الحر بكل ما في الكلمة من معنى في الاتجاهين، في اتجاه الجزائر وفي اتجاه تونس. نعم. وهذا سيعود بالنفع على الجميع. الهدف طبعا الأساسي هو
تحقيق الاندماج الاقتصادي كما قالها السيد الرئيس الجزائري، والاندماج الاقتصادي من الناحية العلمية الاقتصادية لابد أن يمر بمراحل. أول هذه المراحل هي إحداث منطقة للتبادل الحر، وهو ما نرنو إليه جميعا. نعم. ثم لما لا اتحاد جمركي بين البلدين وسوق مشتركة واتحاد اقتصادي بين البلدين، كل هذه المراحل ضرورية لنتمكن من تحقيق اندماج اقتصادي. اليوم لو تسمح يا أخي العزيز، لو ندرس من الناحية الاقتصادية العلمية الميزات التفاضلية لكل من الاقتصاد التونسي والجزائري، ستتأكد أنه على تونس والجزائر العمل على دعم هذا التكامل وهذا الاندماج الاقتصادي. نعم. يكون مدروس ولمدة طويلة حتى تحقق الأهداف. وهذا هو ما الموجود في إعلان قرطاج. نعم. الذي توج. نعم. هذا اللقاء. نعم. هناك جوانب اقتصادية أخرى تتعلق بالاستثمار. اليوم في اعتقادي لابد من تفعيل الحريات بين الشعبين، حرية الاستثمار، حرية التملك، حرية يعني حرية استثمار الجزائري في تونس لابد أن تكون حرية كاملة مثله ومثل التونسي، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر، وهذا يتطلب لربما تغيير بعض التشريعات وتوحيدها بين البلدين. نعم. طيب. الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين مهمة، تنمية المناطق الحدودية أيضا. نعم. ولما كنت في وزارة التجارة وقمت بزيارة إلى الجزائر الشقيقة، عملت مع المرحوم وزير التجارة الجزائري الأسبق على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية من خلال بعث مناطق حرة، وهناك دراسة في تونس شاملة لبعث 5 مناطق حرة على الحدود التونسية الجزائرية. فاعتقادي كل هالمشاريع من شأنها أن تدفع بالتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو أمر ضروري لدحر الإرهاب، لدحر التخلف، لدحر البطالة في كلا البلدين. وأنا متأكد اقتصاديا وأن هالتعاون في هالاتجاه وبهذه الكيفية سيكون وين تو وين، سيكون يعود بالفائدة على البلدين يعني بنفس الدرجة. تونس في حاجة إلى الجزائر، والجزائر في حاجة إلى تونس. وما يزيدني شجاعة على التكرار وعلى التأكيد على ضرورة الاندماج الاقتصادي هو وشائج الحب والتقدير بين الشعبين. نعم. والتكامل السياسي والتعاون السياسي بين الشعبين. نعم. وهو كذلك سيد محسين. إذن عادل، أنت كنت مبعوث القناة وكنت حاضرا في المشاورات الموسعة بين الطرفين، كيف كانت هذه المشاورات من الناحية العملية؟ وعلما أن التحضير لهذه الاتفاقيات كان منذ السابق خلال الزيارات المتبادلة ما بين الجزائر وتونس، في ربما تمثلت في زيارة الوزير الأول الجزائري إلى تونس، وبالعكس وزيرة أو رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر في السابق. بالفعل رمزي، تعقبا على ما ذكرته الآن، كانت هناك زيارات متبادلة بين الوزير الأول الجزائري إلى تونس، ثم بعد قبل ذلك كانت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن في الجزائر، وهذا كله يأتي في إطار التحضير لزيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية السيد. نعم. عبد المجيد تبون إلى تونس. ولكن أيضا في هذا السياق لا ننسى أيضا الجهد الذي بذله إطارات القطاعات الوزارية المختلفة من أجل التحضير ووضع اللمسات على الإطار القانوني المتمثل في هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين. إذن هؤلاء صاهروا على تنسيق وإعداد نصوص هذه الاتفاقيات مع نظرائهم التونسيين، وذلك لجعلها كما قلت إطار قانوني يحكم. نعم. هذه الاتفاقيات وينظم هو آت في المستقبل بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، ليست فقط الاقتصاد، ولكن أيضا هناك اتفاقية تشمل قطاعات وزارية أخرى ربما سنتطرق إليها. 27 يعني اتفاقية هو رقم معتبر بحجم العلاقات الجزائرية التونسية. إذن سيد محسن، هل إعلان قرطاج سيكون خارطة طريق جديدة لبناء اقتصاد جزائري تونسي قوي؟ أتمنى ذلك من كل قلبي، لأني يعني أعرف أهمية العلاقات الاستراتيجية والبعد الاستراتيجي والجيوسياسي للعلاقات التونسية الجزائرية. لابد أن نرتقي بهذه العلاقات، وتمنى أن يكون إعلان قرطاج هو فعلا بداية حقبة اقتصادية جديدة هدفها هو تحقيق الاندماج الاقتصادي التونسي الجزائري. أنا. نعم. أريد أن أذهب إلى
أبعد من هذا بكثير. اليوم تونس والجزائر لابد أن تنسق اكتساح السوق الإفريقية. اليوم الجزائر مطالبة بتنويع مصادر الثروة وتقليص الاعتماد على المحروقات والغاز، ودعم الصادرات الجزائرية نحو السوق الإفريقية يمكن أن يتم مع تونس، بالتنسيق مع تونس، معا نتعامل من أجل اكتساح السوق الإفريقية، وخاصة وأن تونس عضو في مجموعة الكوميسا، والجزائر يمكنها طلب عضوية الانضمام إلى مجموعة الكوميسا بحكم الجوار مع تونس التي هي عضو في هذا البلد. إذن هذا جانب مهم جدا، التعاون التونسي الجزائري في مجال التجارة الخارجية لاكتساح القارة الأسواق الإفريقية الواعدة جدا. ثم ثانيا السوق الليبية، ومع ليبيا نفس الشيء، أعتقد وأنه لابد من العمل على دعم التعاون التونسي الجزائري الليبي، وخاصة ملف إعادة الإعمار الذي يقدره الخبراء والصندوق والبنك الدولي بتقريب 100 مليار دولار. اليوم التعاون بين الشركات التونسية والجزائرية لابد أن يكون في اتجاه أخذ نصيب والمساعدة الأشقاء الليبيين على إعادة الإعمار في الجانب الاقتصادي. الشراكة بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين لاكتساح الأسواق الخارجية وللمساهمة في إعادة أعمار ليبيا ولتنمية الاستثمار في البلدين مهم جدا. وهنا لا يمكن أن نعول فقط على الجانب الرسمي والاتفاقيات، الرئيسان قاما بما كل ما في وسعهما القيام به، والوزارات والاتفاقات. الآن على المنظمات، منظمات رجال الأعمال والمنظمات المهنية ومراكز النهوض بالصادرات في كلا البلدين أن يعملوا جميعا من أجل تحقيق اندماج اقتصادي سريع وتعاون بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين لدفع الاستثمار البيني ولاكتساح الأسواق الخارجية. هناك نقطة أخرى مهمة جدا، وكنت حقيقة دفعت عليها لما كنت في وزارة التجارة، وتتعلق بالدينار الجزائري. أنا أدافع على أن يقع اعتماد الدينار الجزائري كعملة رسمية في تونس، بمعنى أنه لما يجي الشقيق الجزائري ويخلص النزل متاعه أو يقتني بضاعة من تونس يدفع بالدينار الجزائري، والبنك المركزي يقبل الدينار الجزائري كعملة رسمية. هذا مهم جدا، هذا يقلص من حجم السوق الموازية للعملة في تونس وفي الجزائر. هذا مهم جدا، جانب البنك المركزي وجانب اعتماد الدينار الجزائري كعملة رسمية في تونس مثلها مثل اليورو، مثل الدولار، مثل العملات الأجنبية. هذا مهم ومهم جدا، وعلينا العمل على تحقيقه، لأنه ليس فقط. إذن كيف سيد محسن، ربما كيف يمكن الذهاب نحو أو بالذهاب بسرعة القصوى نحو تنفيذ مخرجات هذه الزيارة، وما هي أيضا الآليات التي يجب العمل بها، وما الذي يجب تفاديه هنا سيد محسن؟ شكرا، سؤال جيد جدا. أولا على المستوى يعني الوزاري، الوزارات في مختلف البلدين لابد أن يعمل بتنسيق كامل، واللجان المشتركة التونسية الجزائرية لابد أن تجتمع بشكل دوري لإزالة العقبات. تعرف أن هناك مشاكل في تطبيق بعض الاتفاقات كاتفاقية التبادل الحر، وعلى اللجان المشتركة والوزارات أن تتصل ببعضها وتتبادل الزيارات حتى تقلص حتى أو تحد من حدة المشاكل وتنفذ الاتفاقيات هذه. ثانيا المنظمات المهنية، وهنا أقصد منظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني بصفة عامة. بناء التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يكون فقط عن طريق الدور الرسمي والحكومات والوزارات، المجتمع المدني ورجال الأعمال لهم دور كبير جدا في تفعيل هذا التكامل الاقتصادي بين البلدين. أنا في اعتقادي اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لابد أن تجتمع بصفة دورية، هذا بالإضافة إلى التواصل اليومي مع بين الوزارات التونسية والوزارات الجزائرية. علاقة تونس بالجزائر ليست كمثل العلاقة مع بقية الدول، نحن شعب واحد في بلدين، وهذا ليس كلام إنشاء أو كلام يعني للتسويق السياسي. لست منتمي لأي حزب وليست لي علاقة بالأحزاب، ولكن أقولها
كمواطن تونسي وكوزير سابق أعرف الجزائر وأعرف الملف الجزائري جيدا. الجزائر خط أحمر، الجزائر يعني علاقتنا بالجزائر شيء ثاني وخاص، وبالتالي العمل بين الوزارات وبين المجتمع المدني والمنظمات المهنية لابد أن يكون بشكل متواصل لإزالة العقبات، والهدف واضح الآن هو تحقيق اندماج اقتصادي. نعم. حتى الاقتصاديين والجامعات التونسية طيب الجزائرية لابد نعم. أن تعمل على وضع أجندة نعم. علمية ملزمة أو تدفع سيد محسن لتحقيق هذا. سيد محسن أنت كنت نعم. وزيرا للتجارة في الحكومة التونسية، إلى أي مدى يمكن رفع حجم المبادلات التجارية بين أو التجارية بين البلدين، خصوصا الامتيازات التاريخية والجغرافية بين بلدين؟ أولا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا إلى الأخوة الجزائريين نعم. وإلى رجال الأعمال، نحن نريد أو شخصيا أدافع على الاتجاهين، يعني أدافع على تواجد المنتج الجزائري في تونس والمنتج التونسي في الجزائر، يعني نريد تعاون مشترك، تجارة بينية في الاتجاهين. أنا أعتقد أنه في ظرف سنة أو سنتين على أقصى تقدير يمكن أن نضاعف حجم المبادلات بين البلدين نعم. هذا طبيعي جدا، والتعاون مع تونس مهم جدا، هناك تكامل حقيقي، هناك دراسة للميزات التفاضلية في كلا البلدين، تونس قادرة أن تقدم إلى الأخوة الجزائريين خبرتها في قطاعات، كقطاع السياحة، كقطاع الخدمات بصفة عامة نعم. قطاع التكنولوجيات الحديثة، مكونات السيارات، مكونات الطائرات، الأخوة الجزائريين يقدمون خبرتهم في مجالات عدة، في الطاقة وفي غيرها من القطاعات، ثم يعني على الجميع أن يساهم في دفع هذا التعاون. هناك نقطة أساسية أريد أن أثمنها، المؤسسات المشتركة التونسية الجزائرية البحثية والعلمية، أنا خريج أحد المعاهد العليا التونسية، معهد تمويل تنمية المغرب العربي وهو معهد تونسي جزائري يكون إطارات عليا في المجال البنكي والمجال الاقتصادي، لابد من أن تكون فيه مؤسسات مثل معهد تمويل تنمية المغرب العربي أو معهد الاقتصاد الجمركي في الجزائر اللي هو مؤسسة مشتركة، يعني تكون فيه مؤسسات من هذا القبيل حتى تساعد على اندماج وتكوين الإطارات المشترك بين البلدين. يعني العمل يكون على أكثر من صعيد والهدف واحد وأساسي، ندعم العلاقات الشعبية بين البلدين باندماج اقتصادي يكون مدروس ويكون علمي ويكون في صالح البلدين وصالح الشعبين، وهدفنا هو يعني كما قلت بالإضافة إلى هذا الهدف الداخلي نعم. أن نتعاون من أجل اكتساح الأسواق الخارجية معا. شكرا جزيلا لك سيد محسن حسن، وزير تجارة سابق في الحكومة التونسية، شكرا جزيلا لك. وآخر سؤال فقط معك عادل نعم. فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، كان له لقاء مع بعض ممثلي الجالية الجزائرية في تونس، هل كان هناك حديث عن إعادة فتح الحدود ما بين الجزائر وتونس في ظل تداعيات جائحة كورونا بين البلدين، وكيف كان اللقاء في مجمله؟ بطبيعة الحال رمزي، فعلا في هذه النقطة في خضم طرح انشغالات الجالية الجزائرية في تونس على السيد رئيس الجمهورية أثيرت مسألة فتح الحدود البرية المغلقة، لا نستطيع أن نصف بأنها مغلقة، ولكن منع التنقل على الحدود البرية التونسية الجزائرية بالنظر إلى جائحة كورونا. السيد الرئيس تطرق لهذه النقطة وقال بأن القرار ليس قرارا سياسيا، وإنما قرار تفرضه ظروف صحية تمر بها كل الدول، ولمح أو نوه بفتح الأجواء وكذلك فتح أيضا خطوط النقل البحري، ووعد بأن ينظر في هذه المسألة ومسائل أخرى أيضا طرحت عليه في النقاش. اللقاء في مجمله كان مثمرا، وكان شهدته روح أخوية الرئيس الشمعة زيدا لانشغالات الجالية، ووعد أيضا بتقديم بعض الحلول في مسائل معينة. شكرا جزيلا لك عادل ضيف الله، مفد قناة الجزائر الدولية إلى تونس، كنت حدثتنا عن هذه الزيارة وكل ما تعلق بها، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكرك جزيلا شكر سيد حسن محسن وزير التجارة السابق، كنت معنا عبر خدمة سكايب. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل.
نمر إلى الموضوع الثاني في حلقة اليوم الأسبوعية الدولية والمتعلق بآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وما يعرفه من تجاذبات بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر. التحديات التي تواجه المفوضية العليا للانتخابات وظروف عملها، وهل يمكن بلغ هذا الموعد السياسي الهام والذي سينهي مرحلة الضبابية في ليبيا؟ للحديث حول الموضوع معي عبر سكايب من ليبيا الدكتور محمد يوسف درميش، باحث في الشأن الليبي من ليبيا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، تحية مسائية طيبة ليك ولزملائك الكرام، وتحية للشعب الجزائري العظيم البطل. شكرا جزيلا لك دكتور. إذن وأيضا معنا دكتور علي اللافي، باحث تونسي مهتم بشأن الليبي من تونس. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا وسهلا، وتحية لكل الجزائريين. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. إذن أبدأ معك دكتور محمد، كيف تعيش ليبيا هذه الأيام مشهدها السياسي؟ بطبيعة الحال زي ما تعرفوا أن ليبيا ما بعد سنة 2011 مرت بعدة مراحل، دعني أسرد لك بسيطا من هذه المرحلة. نعم. طبعا زي ما تعرفوا أنتم في نهاية 2011 تمت قيادة ليبيا بمجلس انتقالي ومكتب تنفيذي، ثم بحكومة الكيب، ثم تمخض عليها انتخاب المؤتمر الوطني العام، ثم تشكيل حكومة زيدان، ثم بعد ذلك صار في حراك مجتمعي على أساس أن المؤتمر الوطني العام أخفق في بعض أعماله، فرأت بعض النخب أن تشرع في انتخابات مبكرة في سنة 2014، وتم انتخابات برلمانية مبكرة في يوليو 2014. ما بعد يوليو 2014 طبعا طعن الطاعنون في التعديل الدستوري الخاص بهذه الانتخابات، فحكمت جميع الدوائر الدستورية مجتمعة يوم 6/11 بإبطال التعديل الدستوري الذي تمخض عليه هذا الانتخاب. فبعد ذلك أحدث هذه الإجراءات خللا وانقساما مؤسسيا في الدولة الليبية. أصبح البرلمان لم يطبق أحكام الدوائر الدستورية، كذلك المؤتمر العام، تدخلت بعثة الأمم الأحدة للدعم وحاولت تقرب وجهة النظر بين هذه الأجسام المتناقضة، فتمخض عليه ما يسمى باتفاق السخيرات. نجم عن هذا الاتفاق 3 أجسام، طبعا الجسم الأول اللي هو المجلس الرئاسي رئيس ومجموعة أعضاء، بالإضافة إلى الجهة التشريعية أصبحت شقين اللي هو البرلمان بصلاحيات جديدة، والمؤتمر الوطني العام السابق أصبح بمجلس دولة. واستمرت الأمور على ما هي عليه إلى أن أحداث 4/4 في سنة 2019 بعد ما تمت شن حرب على طرابلس العاصمة، توترت الأجواء السياسية في ليبيا وتمخض على الاجتماعات روما وباريس وجنيف وكذا كذا، إلى أن توصلت إلى اتفاق عبر مجموعة 75 بالتوافق على مجلس رئاسي. نعم. من 3 أعضاء ورئيس وعضوين وحكومة وحدة وطنية لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر. الآن طبعا استمرت الأمور على كما هي عليه، وطبعا قامت مجموعة 5+5 بالإجراءات العسكرية كما اتفق عليه بالمنصوص عليه بالاتفاقيات، ولكن بالنسبة ما اتفق عليه في خارطة الطريق لإجراء الانتخابات، للأسف الشديد البرلمان استفرد ببعض القرارات الأحادية الجانب، وفرضت أمر واقع على المجتمع الليبي، وكانت المفوضية العليا للانتخابات غير محايدة. طيب دكتور، طيب دكتور محمد، نعم دكتور، أمر واقع الآن وصلنا دكتور محمد. نعم دكتور محمد، دكتور علي أيضا، إجراءات الانتخابات على البيئة الواقعية، هناك قوة كبيرة من المجتمع الليبي عارضت هذه الإجراءات لعدة أسباب، كل قوة تراها من جانبها الأخرى. نعم. فطبعا الآن تفضل. نعم، لا ربما لم تكن تسمعني فقط دكتور علي، أيضا سؤالي موجه إليك، بين الجدل القائم حول تأجيل الانتخابات وإجرائها في الموعد، ما هي بحسب رأيك التحديات المطروحة اليوم في الميدان؟ وطبعا الملف الليبي
وملف الأزمة الليبية بشكل عام هو ليس ملف بيد الليبيين فقط، بل هو ملف دولي بامتياز، باعتبار أن حتى غسان سلامة من البعوث الأممي الرابع قال وبوضوح لا يكفي أن يتفق الليبيون، يجب أن يتفق المجتمع الدولي. هذا واضح باعتبار ليبيا هي منفذ وممر للمناهل العمق الإفريقي منها ما غير عادي، وباعتبار الثروات الهائلة النادرة سواء في غريان أو في حوضي نالوت وغدامس أو حتى في الحدود التشادية الليبية لما يعرف عن ذلك من ثروات، وهي ثروات كانت سببا في حرب تشاد في نهاية الثمانينات. بناء على ذلك الصراع الآن هو بين صراع بين قوات دولية، والحرب في ليبيا التي انطلقت في صيف 2014 جاءت بعد الأزمة الخليجية الأولى، وحتى حرب أربعة أربعة على طرابلس جاءت بعد الأزمة الخليجية الثانية، وبالتالي فالصراع هو صراع دولي حول الثروات الليبية، وهي حرب بالوكالة تخوضها أطراف ليبية بالنيابة عن أطراف إقليمية ودولية. الآن بعد سياسات بايدن وقدوم بايدن معناها في نوفمبر في فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، من الواضح أن هناك توجه لتحويل كل الإقليم إلى صفر مشاكل، وبالتالي أصبح الملف الليبي مباشرة عند الأطراف الدولية. هذا لا يعني غياب مناكفات وصراع إيديولوجي داخل ليبيا وخلافات حول جملة من الملفات في الداخل، فهناك أطراف الآن تحكم ليبيا لا تريد تدوير المناصب وتدوير الأزمة من جديد، وبالتالي للبقاء في السلطة. الانتخابات الآن هي معناها بين التأجيل والإنجاز، فبعض الأطراف الإقليمية الدولية تريد معناها أن هذه الانتخابات تنجز، لكن هناك إشكالات قائمة معناها في الداخل الليبي حول إنجاز هذه الانتخابات، باعتبار أن الصراع في ليبيا في الواقع لم يحل، هو سكن، معناها كأنه ثم ألم في ليبيا وقع تسكين ولم يقع حل الإشكال، فلا المؤسسة العسكرية وحدت ولا المصرف المركزي وحد تماما، وبالتالي فإنجاز انتخابات في الحقيقة يعتبر دخول في مطب جديد قد تنتج عن أزمة طويلة المدى. الآن هناك ثلاث مسارات، المسار الأول هو أن يقع إسقاط الخارطة الأممية تماما، أو المسار الثاني هو أن يقع تعديلها وتجديد الانتخابات، المسار الثالث هو أن يقع تطبيق الخارطة الأممية وإنجاز الانتخابات. ولعل الاتيان بستيفاني ويليامز مجددا هو محاولة لتثبيت أسس الذهاب للانتخابات والذهاب إلى الحوار، لأنه ثم سياسة دولية قائمة على تحويل ملفات شمال إفريقيا إلى ملفات نائبة، وبالتالي التفرق للملفين الإيراني والصيني. طيب. وبالتالي فليبيا في الحقيقة تخضع للمزاج الدولي ولا إدارة الصراع الدولي في المنطقة، وليس فقط لتجاذبات داخلية ليبيا على غرار مثل ما هو طيب في لبنان. نعم دكتور علي، إذا أعود إليك دكتور محمد، بداية هل توافق الطرح الذي تحدث عنه دكتور علي؟ وأيضا سؤالي الثاني، المفوضية لحد الآن لم تفرج عن القائمة النهائية للمترشحين، هل هذا الأمر سينعكس على الوضع دكتور محمد؟ اولا نحاول ان نرجع على كلام الاستاذ علي، ان بطبيعه الحال طبعا هذا من الشيء ان المتغيرات الدوليه والاقليميه لها تاثير مباشر وغير مباشر في الملف الليبي، ولكن يبقى الفاعلون على ارض القوى، الفاعلون في الارض هي لها كلمه الفصل الاولى والاخيره. بطبيعه الحال زي ما ذكرت وحققت انت عليه بالنسبه للقوائم النهائيه لمفوضيه العليا للانتخابات، طبعا صدر حكم في اليومين الماضيين من محكمه استئناف مصراتة بالطعن في هذه القائمه، فطبعا هذا الحكم طبعا على المفوضيه العليا للانتخابات اما تنفيذه او الطعن فيه امام المحكمه العليا، وهذا طبعا ياخذ وقت وياخذ ترتيبات مما يزيد يأثر على تأخير العملية الانتخابية. وزي ما تعرفوا احنا اليوم كم مازلنا يوم على 24 ديسمبر، معناه مازلنا أيام معدودة. نعم. فمن مستحيلة المستحيلات أن الانتخابات تقوم يوم 24 ديسمبر. هذا من جانب. من جانب آخر أن كل القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا بجميع توجهاتها عدا القوى المستفيدة من القوانين اللي صدرت
السعودية. نعم أعود إليك دكتور. في نفسها أنها تستطيع أن هي تهيمن على وتبسط نفوذها على كل المقدرات. نعم أعود إليك دكتور علي ربما من خلال متابعتك. ولكن إحنا دكتور علي من خلال متابعتك للوضع في ليبيا وفي ظل كل المعطيات بقي أسبوع فقط عن موعد الانتخابات ولم يعلن عن الأسماء النهائية إلا عن بعضها، هل سيؤثر هذا على الحملة الانتخابية أم حتى ولو تم الإفصاح عن هذه الأسماء لا يمكن إجراء حملة انتخابية بكل أريحية؟ هو حتى نكون واضحين مع المشاهد، هو الآن هناك صراع أجندات دولية، بعضها يريد أن يحذف الأسماء الجدلية بناء على تجربة وقعت في مصر نهاية 2011 عندما حذف عمر سليمان ومرشد الإخوان خيرت الشاطر وزعيم السلفيين أنذاك حازم إسماعيل وبقي المرشحين غير الجدليين. هناك سعي أمريكي وبعض الأطراف الدولية أن تذهب في هذا المسار، يقع حذف كل الأسماء الجدلية بمعنى المرشحين الست، يعني حفتر وسيف الإسلام والدبيبة وبشاغة ومحمد محمد الشريف، وبالتالي يبقى بعض المرشحين. هناك من يقول أنه عادة المجتمع الدولي ما يختار شخصية يتفق عليها وتتماهى مع المزاج الانتخابي الليبي، بما يعني أن يترك الجميع داخل المرشحين ويقع الذهاب للانتخابات، وبالتالي تكون تلك الأطراف بعد ذلك منها قابلة بالنتائج حتى لو لم تكن في صالح غير المرشحين الجدليين. هناك إذن هذين التوجهين، وهناك اختيار ثالث وهو أن نؤجل الانتخابات الرئاسية ونذهب في مقترح تقريب أو بالأحرى عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي يذهب البرلمان الجديد إلى سن قوانين وإلى التقنين بعض الخطوات في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي نقع في مطب أن بعض الأطراف لا تعجبها النتائج أو لا تقبل بإبعاد هذا المرشح. طيب دكتور علي، طيب إذا نعود إلى دكتور محمد، في البداية كانت مطالب أو أصوات تطالب بتأجيل الانتخابات لعدم توفر الظروف الملائمة، اليوم أطراف أخرى دخلت على الخط وهي التي كانت مع الطرح الذي يقول إنه يجب إجراءه. بطبيعة الحال زي ما تعرف أن هناك متناقضات من بعض الأطراف، ولكن دعني أقول لك الحقيقة من واقع اللي يتكلم به كل الشارع الليبي والمجتمع الليبي، كل النخب الليبية وكل الليبيين يريدون قاعدة دستورية متفق عليها جميعا، محكمة دستورية محايدة، قوانين انتخابية عادلة، إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية ومن ثم يتيح للشعب الليبي اختيار النظام السياسي الذي يريده بعد أن يتم الاستفتاء عليه أنواع أنظمة الحكم، يختار الشعب الليبي النظام الذي يريده بناء عليه يتم سير العملية السياسية في ليبيا. ما عداها كل نخب والناس اللي هي تفكر بعقل ولها مصلحة عليا للوطن، كل هذا كل كلامهم وهذا كل ما يقولونه في الشارع. ولكن للأسف الشديد ما نراه انحياز المفوضية للقرارات القوانين واللوائح الأحادية، بالإضافة إلى نقطة مهمة يا أخي العزيز نبي ننوك عليها، قاعدة البيانات والمعلومات اللي تم عليها الآن هل نستند عليها في الانتخابات، للأسف الشديد إن في بعض الناخبين يذهب إلى الدائرة الانتخابية بتاعها لاستلام بطاقته لم يجدها، يلقى هذه البطاقة مسحوبة. على أي أساس بتم الانتخابات؟ هل تعتقد أن المواطن الليبي بيثق في شرعية الانتخابات عندما عشرات بل المئات من الشعب الليبي يذهب إلى الدائرة الانتخابية بتاعها ويجد البطاقة الانتخابية بتاعها مسحوبة أو مسحوبة في دائرة أخرى غير الدائرة بتاعها؟ هل هذا يعقل؟ هل شكراً. في, 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 في الفكر السياسي الحديث والمعاصر هناك انتخابات لم تقم وفق قاعدة دستورية متفق عليها كل القوى؟ هل دكتور محمد اللي دكتور يلجأ محمد إليها الطاعن مقفلة في أي بلد يجرى فيها انتخابات؟ للأسف الشديد احنا في ليبيا الدائرة الدستورية مقفلة، كيف نحن نجري انتخابات والدائرة الدستورية مقفلة؟ كيف نبو نجري انتخابات ما عندهاش قاعدة دستورية نستندوا عليها؟ كيف دكتور محمد نجري انتخابات وقوانين الانتخابات الصادرة غير عادلة؟
مغلبة طرف على طرف. احنا ننظر الى المصلحه العليه للوطن وعدم المغالبه وتحقيق العداله واعطاء الفرصه لكل مواطن ليبي انه هو يترشح وانه هو يكون ناخب. نعم دكتور محمد، اذا اعود اليك في سؤال اخير دكتور علي. المقاربه الجزائريه التونسيه حول الوضع في ليبيا بالرجوع الى لقاء رئيسين مؤخرا واضح، وهو ان الحل في ليبيا يجب ان يكون بين ايدي الليبيين انفسهم، هل يمكن تحقيق ذلك في ظل الظروف الراهنه على الميدان؟ هو عمليا العقيده السياسيه الجزائريه وانتم ادرى بهذا تقوم على انه الملفات المغاربيه لا تتدخل فيها اطراف من خارج المنطقة المغاربية، وخاصة في ظل عودة الجزائر إلى لعب الدور الإقليمي الذي عطل خاصة بعد سنة 2014، باعتبار أن الدبلوماسية الجزائرية بين 2014 و2019 كانت شبه مشلولة ولم تبقى إلا الملفات القريبة على غرار الملفات النيجر ومالي وتونس وغيرها. وبالتالي عودة الجزائر بقوة سيساعد النظامين، معناها الدبلوماسية التونسية والجزائرية، في أن تلعب أدوار متقدمة، خاصة وأنه الآن في ليبيا المهم جدا في أمام هذا هو أن هناك حالة توازن قوى أو بالعكس حتى توازن ضعف بين الأطراف المحلية. فمش طرف الآن في ليبيا نجم يسيطر أو يستعمل عقلية الحسم الميداني، وليس هناك طرف إقليمي على عكس ما كان قائم سنة 2016 أن المحور السعودي المصري الإماراتي كان حاضر بقوة في غياب محور آخر هو المحور القطري التركي. وأيضا الآن هناك توازن بين الفرنسيين والإيطاليين من جهة وبين الروس والأمريكيين من جهة ثانية، وبالتالي هذا يساعد على الجزائر على لعب دور محوري وأساسي ورئيسي بين الأطراف الليبية، ويمكن حتى دعوة الأطراف الليبية إلى الجزائر مثل ما لعبت المغرب أدوار في الصخيرات وفي بوزنيقة. الآن الجزائر مطلوب منها أن تلعب أدوار قوية، مثل وكانت زيارة الرئيس تبون إلى تونس للتشديد على الدور الجزائري والدور التونسي في الملف الليبي، وهذا سيكون له تعديات كبيرة جدا من أجل الذهاب بليبيا إلى توافق سياسي واجتماعي يمكن من خلاله إعادة بناء الدولة الليبية مثل ما كانت في مرحلة الاستقلال ومرحلة العهد الملكي. الدكتور علي اللافي باحث تونسي مهتم بالشأن الليبي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من تونس، شكرا جزيلا لك. وأيضا دكتور محمد يوسف درميش باحث في الشأن الليبي من ليبيا، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا لكم ضيفي الكريمين على كل هذه الملاحظة، شكرا جزيلا. تحياتي لك، السلام. إذن نواصل مشاهدينا الكرام أسبوع الدولية لهذه الليلة بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن الموضوع الثالث في عددي الليلة حول جائحة كورونا والمخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون في دول العالم وخصوصا في أوروبا التي تتجه نحو الغلق من جديد. ومعنا حول هذا الموضوع ولإثرائه الدكتورة ميس عبسي، أستاذة جامعية وباحثة في الأدوية وتطوير العلاجات بكلية لندن الملكية. أهلا وسهلا دكتورة ميس. مساء الخير وشكرا للاستضافة، ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. إذن دكتورة ميس، ربما المتحور أوميكرون بدأ ينتشر بسرعة في دول العالم وبالخصوص في دول أوروبا، لماذا الخوف من هذا الانتشار في دول أوروبا بالخصوص؟ بالنسبة لانتشار أوميكرون يبدو حاليا أنه هو رح يستبدل دلتا، وهي عبارة عن مسألة وقت قبل ما أنه كل دول العالم مثل ما شاهدنا بدلتا أصبح هو السائد. أوميكرون نفس الشيء، يعني بدأ بجنوب أفريقيا انتشاره كتير واسع، الآن بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، وهي مسألة وقت لحتى أيضا كل دول العالم تشهد نفس التسارع في الانتشار. حاليا بدول أوروبا لا ننسى أنه نحن في عنا فئة كبيرة من السكان هن أعمارهم كبار السن، وهدول هن الفئة اللي عندهم طبعا ممكن يكون فيها نسبة الوفيات أكبر وعندهم أيضا عوامل خطورة أخرى. فبيتخوف نحن أنه حاليا أنه سرعة الانتشار الكبيرة ممكن تنعكس على زيادة في عدد الناس اللي حاجة أنه يدخلوا المشفى، وهذا بيضع ضغط على النظام الصحي. لكن كما ذكرت هذا الموضوع رح ينطبق على كل دولة من الدول اللي رح ينتشر فيها أوميكرون بشكل سريع. جيد، لكن ربما دكتورة ميس، ما هو الفرق ما بين دلتا وأوميكرون المتحور الجديد؟
الآن لو نحن نبدأ بجنوب أفريقيا، لأنه جنوب أفريقيا حاليا وصلت تقريبا للقمة في الإصابات بأوميكرون. كم نعرف أن أوميكرون من ناحية كفيروس بيختلف عن دلتا بأنه زاد عدد التغيرات في البروتين الشوكي اللي هو بيستخدمه الفيروس لحتى يدخل للخلية. يعني في عندنا أكثر من 32 تغير في البروتين الشوكي. بنفس الوقت في مؤشرات صارت الآن واضحة على شيئين. أولا أنه هو ممكن إما يساوي أو يتفوق على دلتا بسرعة الانتشار، والشيء الثاني أنه هو بيهرب من تأثير جهاز المناعة، سواء المناعة اكتسب الشخص بالإصابة الطبيعية أو اكتسب باللقاح. وهنا نقصد بالمناعة بمعنى أنه الشخص ممنع من الإصابة وظهور الأعراض. الآن البيانات لازم نأكد على أنه هي لازالت مبدئية، يعني نحن بالأسابيع القادمة عم بصير دائما في تحديث للبيانات. لكن بجنوب أفريقيا على الرغم من أنه الإصابات كتير مرتفعة ووصل حاليا لنقول للبيك، إلا أنه الإصابات كلها كانت متوسطة الشدة وما انعكست على نسبة عالية من الإصابات في المشافي. على العكس البيانات اليوم بتقول أنه نسبة الإصابات في أو نسبة الوفيات عفوا هي أقل بتلتين مع المتحور أوميكرون بالمقارنة مع دلتا، ونسبة أيضا الأشخاص اللي دخلوا المشافي 90% مع أوميكرون أقل من دلتا، لكن النسبة اللي دخلت المشافي معظمها من الأشخاص اللي ما أخذوا اللقاح. نعم في هذه النقطة بالذات دكتورة ميس من فضلك، يعني هذه الدكتورة ميس هذه النقطة بالذات، من تلقوا اللقاح لقاح ضد فيروس كورونا، هل هم ربما بعيدون عن كل هذه المخاوف والخطورة؟ لا ليس بالضرورة. هلأ بالنسبة لأوميكرون في شيء، إن الأول أنه انتشاره كتير سريع وكمية الفيروس اللي بطرح الشخص كبيرة، يعني ممكن هو نقول يضعف الجهاز التنفسي العلوي تقريبا أكثر بسبعين مرة من دلتا، وهذا بيعني لأنه انتشاره ممكن يكون سريع لهالسبب. لكن في القسم الثاني نحكي عنه المناعة، شيء الجزئية المطمئنة نوعا ما لكن مطمئنة بحذر، أنه تواجده بالرئتين يعني الجهاز التنفسي السفلي كميته أقل من دلتا، فممكن هذا يعطينا انه يعني مؤشر انه ممكن يكون يسبب اعراض متوسطه الشده، لكن ليس بالضروره كما قلنا انه السيناريو جنوب افريقيا ينطبق على كل الدول. الشيء الثاني اللي هو المناعه، الان الاشخاص اولا نبدا بالاشخاص اللي اصيبوا بالكوفيد وتعافوا، هن معرضه للاصابه مره ثانيه باوميكرون اكثر بخمس اضعاف المقارنه مع دلتا، يعني الاصابه السابقه والتعافي ما بتحمي من الاصابه باوميكرون مره ثانيه. الاشخاص اللي اخذوا جرعتين من اللقاح ومضى على اخذ جرعتين من اللقاح تقريبا خمسة أشهر أيضا هن من بحماية من الإصابة بأوميكرون والأعراض. يعني لو أخذنا مثلا الأشخاص اللي أخذوا جرعتين من أسترازينيكا على سبيل المثال، فهن معرضين للإصابة أو الحماية كتير تكاد تكون معدومة. نفس الشيء بالنسبة للقاح سينوفارم وسينوفاك. بالنسبة للقاحات مودرنا وفايزر الحماية ضعيفة يعني، لكن بعد ستة أشهر الأشخاص اللي لاحظنا اللي أخذوا البوستر أو الجرعة المعززة ارتفعت نسبة الحماية من الإصابة بأوميكرون تقريبا 75%. وهناك أيضا من يتحدث عن تقديم جرعات رابعة أيضا. حاليا ما في دليل الا انه نحن ممكن نحتاج الى جرعه رابعه، حتى لو كنا بالمستقبل نحتاج الى جرعات متعدده فما في مشكله، هذا الشيء نحن بنشوفه مع فيروس مثل الانفلونزا مع لقاحات اخرى. لكن بالوقت الحالي ما في عندنا دليل انه نحن رح نحتاج جرعات كثيره. الشيء نمشي نحن مع الدليل العلمي الموجود الان، نحن لما نعطي جرعه معززه الغايه منها انه نحن نزيد كميه الاجسام المضاده، والاجسام المضاده حاليا مثل ما قلنا بعد خمسة اشهر عم تكون كثير ضعيفه بالنسبه للاشخاص سواء أخذوا اللقاح أو اللي تعافوا بأنه يترتبط بأوميكرون. فأنا لما أعطي جرعة معززة بزيد كمية الأجسام المضادة وبالتالي بزيد نسبة حماية الأشخاص من أنه يصابوا بأوميكرون، لكن الحماية من الإصابة الشديدة لا زالت موجودة سواء الشخص تعافى أو الشخص أخذ جرعتين من اللقاح. هي الفكرة. طبعا مع الجرعة المعززة بتزداد طبعا نسبة الحماية من الإصابة الشديدة. نحن حاليا السبب أنه عم نعطي الجرعة المعززة لأنه نحن ما بنعرف يا ترى هل أنه أوميكرون بده يكون كفيروس هو أصبح يعني تغير بحيث أنه أصبح فعاليته أو نشاطه ضعيف بالمقارنة مع دلتا، وبالتالي ممكن يصير فيروس مثل الرشح. أما هو لا ما تغير، لازال مثلا ممكن يكون شديد، لكن نحن صار في عنا مناعة على نطاق واسع سواء الأشخاص اللي أخذوا مناعة من الإصابة الطبيعية أو اللي أخذوها من اللقاح. لكن نحن ما ممكن طبعا نراهن على هذا الشيء بالوقت الحالي، يجب أنه نأخذ إجراءات واحتياطات. فأحد الإجراءات والاحتياطات هي أخذ الجرعة المعززة، وخاصة بالنسبة للأشخاص الكبار السن واللي أيضا
عندنا عوامل خطورة أخرى. نعم أنت تحدثتي عن أنت تحدثين عن الفئات العمرية، وسؤالي القادم يتعلق بربما هل هناك فئات عمرية محددة سيصيبهم هذا المتحور أم جميع الفئات كما كان متحور دلتا؟ سؤال جميل. حتى الآن بالنسبة للبيانات بجنوب أفريقيا أنه ما في أي فئة عمرية عم بيصير فيها الإصابات مثلا بشكل ملفت للنظر أكبر من فئة عمرية أخرى. أول ما ظهر أكثر شيء بالشباب، لكن الآن صار في إصابات في كبار السن أيضا. لكن نحن من حيث المبدأ نحن بنعرف أنه كبار السن عادة جهازنا المناعي ما بيكون قوي كتير وما بيستجيب بشكل كتير كبير، يعني لا، وخاصة إذا عندهم عوامل خطورة للقاحات. لذلك نحن بنركز دائما على حماية هالفئة العمرية، والأشخاص طبعا حتى الشباب لما بياخذوا اللقاح بيحموا، هن عم بيكونوا عم ياخذوا اللقاح لسببين. السبب الاول انه نحن حتى نحمي كبار السن ونحمي الاشخاص اللي عندهم تفويض مناعي اللي هن ما بيستجيبوا عاده حتى باللقاحات، وايضا الفكره الاساسيه انه ايضا هي طبعا حمايه انفسهم من، ليس بالضروره انه الشخص يمرض بالكوفيد وانما من اثار الكوفيد اللي هي مثل الكوفيد طويل الامد. لكن انا هون بحب ايضا اشير الى انه موضوع المسبيري انفكشن، يعني اعاده العدوى مره ثانيه. نعم. حتى بالنسبة للأشخاص اللي أخذوا اللقاح مو بالضرورة، حتى الآن ما عندنا بيانات إنه العدوى عم بتكون مرة تانية شديدة، والعدوى مرة تانية ممكن تلعب دور حقيقة كأنيتها مثل جرعة معززة من اللقاح، يعني ممكن تدعملي جهاز المناعة وتقوي الاستجابة المناعية. وهل يمكن ربما دكتورة ميس، هل يمكن أن يكون أو يصاب أحد الأفراد أو أحد الأشخاص بالمتحور أوميكرون ولكن لا تظهر عليه أعراض ولكنه يعتبر ناقل لهذا المرض؟ أكيد هذا الشيء حتى شفناه بالنسبة لدلتا. نعم. إنه بالنسبة للقاحات والإصابة بشكل عام ممكن الشخص ما تظهر عليه أعراض لكن يبقى ناقل للفيروس. الأشخاص عادة بالنسبة لدلتا اللي أخذوا جرعتين من اللقاح بيقلل نسبة انتقال العدوى بتقريبا 50%. لكن حاليا بالنسبة لأوميكرون ما عندنا بيانات إنه حقيقة إنه اللقاح ممكن يمنع الانتقال، ممكن طبعا بنفس النسبة لكن ممكن يكون بنسبة أقل، هي بعد الجرعة المعززة وليس بعد جرعتين، هون عم نحكي فقط بعد الجرعة المعززة. يعني حاليا اذا كان الشخص خلينا نقول يعني بشكل مبسط، اذا شخص اصيب بالكوفيد وتعافى، اذا شخص اخذ جرعتين من اللقاح ما انهم محميين بشكل كبير من الاصابه بالكوفيد وظهور الاعراض، لكن محميين من الاصابه الشديده بنسب طبعا متفاوته. الاشخاص اللي اصيبوا بالكوفيد وتعافوا واخذوا جرعتين من اللقاح هذول نسبه حمايتهم من الاصابه باوميكرون نسبه عاليه جدا، يعني حقيقة هن الأشخاص اللي أكثر شيء خلينا نقول عندهم سوبر إميونيتي، مناعة يعني على مستوى عالي جدا. نعم. من الإصابة بالأوميكرون وأيضا من الأعراض الشديدة. بس ننتبه أنه ما في شيء اسمه حماية 100%، يعني دائما طيب. في عنا نسبة من الأشخاص ممكن أنه يصابوا. الشيء المهم طبعا الآن أنه الشخص اللي ما أخذ اللقاح يأخذ اللقاح، لأنه حتى الإصابات معظمها بالمشافي عم بتكون بالأشخاص اللي ما أخذوا اللقاح، وأيضا الأشخاص اللي خلينا نقول ممكن يسأل سائل يقول في أشخاص أخذوا جرعتين من اللقاح وعم ينتهي فيهم الأمر بالمشفى، هذا صحيح، لكن نعم. فترة بقائهم بالمشفى الأشخاص اللي أخذوا جرعتين من اللقاح هي أقصر من الأشخاص اللي ما أخذوا التطعيم. نعم دكتورة ميس، هناك بعض الدول الأوروبية الآن بدأت تتجه نحو الغلق وإعادة فرض وتشديد لتدابير تدابير الوقاية وتدابير احترازية، وأيضا كما قلت الغلق وتحديد وربما المنع من السفر إلى غير ذلك، ذلك وتشديد كما قال تشديد هذه الإجراءات. ربما ما هي الدول التي بدأت في نحو هذا الاتجاه؟ الآن بالنسبة مثلا لبريطانيا على سبيل المثال، هن أول شيء منعوا السفر، لكن حاليا ما بقى هذا الأمر يتم لأنه ما بقى في فائدة من منع إجراءات السفر، وسبب طبعا أنه الفيروس بده ينتشر. الغاية طبعا من وضع إجراءات خلينا نقول مثلا التجديد ضمن الدولة الواحدة على أنه يكون في شخص عنده باس، يعني بحيث أنه بده يحضر أي نوع من الإيفنتس أو كونفرنس لازم يظهر باس أنه هو أخذ الجرعتين من اللقاح أو جرعة المعززة، أو أنه اختبار البي سي ار او الاختبار السريع بنسميه اللاترال فلو تيست يكون نيجاتيف. نعم. طبعا الغايه من هالامور هي خلينا نقول التقليل من انتشار العدوى. نحن لا ننسى انه بالنسبه لدخولنا بالموجه ماشي في اي بلد، يعني بده يكون في تسارع، لكن بده توصل الى مرحله البلاتو لما بيكون الاشخاص اكتسبوا مناعه سواء اصابه طبيعيه مع الاشخاص اللي اخذوا. طيب دكتوره ميس، هل هناك ربما دراسات حول بعض الادويه؟ هناك من
يتحدث عن وجود بخاخات للأنف وإلى غير ذلك من بعض الأدوية التي ربما تساعد في الحماية من فيروس كورونا. هلا هون في شيئين، في عنا شيء اسمه اجراءات الوقايه وفي عنا شيء اسمه العلاج بالنسبه للكوفيد بادويه. بالنسبه لاجراءات الوقايه ممكن نحن انه ارتداء الماسك مثل ما بنعرف اللي هو ثلاث طبقات من القطن او الماسك الجراحي او الماسك N95. هي الماسك الحقيقه فعاله. الشيء الثاني انه الشخص اذا كان دائما عنده على الاحتكاك مع مرضى الكوفيد او حتى باماكن مكتظه ممكن انه غسيل الانف بمحلول ملحي، طبعا هو متوفر بالصيدليه، إذا ما إنه متوفر فممكن الاستنشاق يعني غسيل الماء، ممكن موضوع الغراغر الفموية اللي هي أيضا متوفرة بالصيدليات، وموضوع طبعا غسل اليدين، عدم لمس الوجه لما الشخص موجود خارج المنزل، محافظة على مسافة التباعد. وبالنسبة للأماكن المغلقة كتير مهم هلأ موضوع التهوية، يعني نحن هلأ في فصل الشتاء لازم الأشخاص ينتبهوا إنه نفتح النوافذ، وخاصة لما نحن ما بنحسن نتجنب مسافة التباعد، لأن مثل نحن حاليا عم نتعامل مع متحول معدي بشكل كبير. شكرا. زائد الانتباه لموضوع الاختبارات كتير مهم، وأنه الشخص أول ما تظهر عليه أعراض يعزل نفسه. شكرا جزيلا لك يا دكتورة ميس عبسي، أستاذة جامعية وباحثة في الأدوية وتطوير العلاجات بكلية لندن الملكية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من أسبوع الدولية، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.